وصلي لربك وانحر إن شاكك هو الأكثر.
Allahumma rahmna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa
وسيلة وعلم لنا هو جهيلا ورسولنا تلاوة القرآن الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية مرضك وميتة سوية ومرضا غير بخس ولا فاقه. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا فأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر كذلك بوالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخواننا وخالاتنا وقرباتنا وأرحامنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا عبادا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما كثيرا bisa mengatakan Al-Quran, bisa hafal di majelis Al-Quran. Nah, saya kita